بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يجلس الذباب على ثيابه وراثة له من جده صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك فقال: أي شيء أمر الذباب عندي وليس عندي من دبس الدنيا وعسل الآخرة. ومن كرامتي أنه جلس مرتين يتوضأ فقدر عليه عصفور فرفع رأسه فخر العصفور ميتا فغسل الثوب ثم تصدق به عن العصفور وقال: إن كان علينا إثم فهو كفارة. ومن كرامتي أيضا أن امرأة أتت بولدها لتشيقه إلى صحبة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. وتسلكه فأمره بالمجاهدة وسلوك طريق السلف. فرأت يوما نحيل ورأت يأكل بس شعير ودخلت على الشيخ وجدت بين يدي أضبة دجاجة ملعوقة فسألت عن المعنى في ذلك فوضع الشيخ يده على العظام وقال لها: قومي بإذن الله تعالى الذي هو العظام وهي رميم. فقامت الدجاجة سوية وصاحت: لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله رضي الله عنه. الفاتحة. فقال لها: إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء. ومن كرامتي أيضا أنه مر بمجلس ذات في يوم شديد الريح فشوسا بصياحها على الحاضرين فقال: يا ريح ذي رأسها. فقال لي: وقتها مقطوعة الرأس. فنسى للكرسي وأخذها في يدي وأمر الأخرى عليها وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فحيت وطارت سوية بإذن الله تعالى والناس يشاهدون ذلك. ومن كرامتي أن أبا عمر عثمان الصيرفي وأبا محمد عبد الكلهريم رحمهما الله تعالى قال: كنا بين يدي الشيخ بمدرسة يوم الحادث نصف صفر سنة 55 فتوضع الشيخ على قبقابي وصلى ركعتين. فلما سلم صرخ صلاة عظيمة ورمى فتك مقابي في الهواء فغاب عن بصارنا ثم فعل ثانية كذلك بالأخرى ثم جلس فلم يتجاسر أحد على سؤالي ثم قدم قافلة من بلاد العجم بعد 23 فقالوا: إن معنا للشيخ نذرا فسددنا. فقال: خذاه منهم. فأعطونا شيئا من ذهب وثيابا من حرير وخز والقمقاب بعينه فسألناهم عن المعنى في ذلك فقالوا: بينما نحن سائرون يوم الأحد الثالث صفر إذ خرجت علينا عرب لهم مقدمان فانتهبوا أموالنا ونزل على شفير الوادي فقلنا: لو ذكرنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فنذرنا له شيئا من أموالنا سلمنا فما هو إلا ذكرنا وجعل له شيئا فسمينا صرختين عظيمة إملة الوادي ورأيناه مدورين فظننا قد جاءهم مثلهم يأخذهم فجاءنا بعدهم وقال: تعالوا إلينا وخذوا أموالكم وزروا ما قد دهمنا. فأتوا بنا إلى مقدميهم فوجدناهما ميتين وعند كل منهما فردت كبقا بمبتلة بماء فردوا علينا ما أخذوا وقالوا لنا: إن لهذا الأمر نبعا عظيما. ومن كرامتي أنه جاء رجل من سؤال له مولاة تسرى قادة المعازمين فقال: الشهادة مارد من وادي سرنديب اسمه خانس فإذا سرعك في أذنها يا خانس عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. المقيم ببغداد يقول لك: لا تهلك. فذهب الرجل وغاب 20 ثم قدم وسيخ وأنه فعل ما قال الشيخ رضي الله عنه ولم يعد يسرع إليها إلى الآن.
وقال بعد رؤساء التعزيم مكثت عبادة 40 سنة في حياة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. ولا يقع فيها صرع على أحد فلما مات وقع الصرع. ومن كرامتي أيضا أن 300 جيلا أتوا إلى زيارته قدس الله سره. فلما دخلوا عليه روي لربه وجل إلى غية القبلة والخادم واقف بين يديه فنظر بعضهم إلى بعض كالمنكرين عليه بسبب تهجر إبليك غية القبلة وكياب الخادم بين يديه. فوضع الشيخ كتابا بيده ونظر إليه نظرة وللخادم أخرى فوقع ميتا ونظر الإبريق نظرة أخرى فدار وضعف الإبريق هداه إلى الكبلة. ومن كرامة أن أبا المظفر حسن مدى من بغداد تاجرا جاء إلى الشيخ محمد بن مسلم من دروة الدبس رحمه الله تعالى في سنة 21 و500 وقال له يا سيدي قد جهزني قافلة إلى الشام فيها بضاعة ب700 دينار فقال إن سافرت في هذه السنة قد لو خذ مالك. فخرج من ذي مغمومة فوجد في الطريق الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. وهو شاب يومئذ فاكله ما قاله الشيخ محمد فقال له سافر ذا مسالما وترجع غانما والضمان عليا في ذلك. فسافر للشام بعبد عذاب بألف دينار ودخل يوما الى سقاية في حلب لقضاء حاجة الانسان. وضع الفدينار على رفيع من السقايا وخرج وتركها ناسيا واتى الى منزله فالقى للنواس فنام فرى في منامه كانه في قافيه قد خرج الى العرب وانتهبوها وقتلوا من فيها. وتوادوا فضبه بأربعين فقتله فانتبى فاسيا ووجد رد الموكي وسبيل لم وذكر فمقام مرسسكايا فوجدها في مكانها سالما. ورجع إلى بغداد فلما دخل قال في نفسي إن بدأت بالشيخ محمد فهو لسان والشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فهو الذي صح كلامه فلك الشيخ محمد في أثناء ترديد الخاتم في سوق السلطان فقال له يا أبا المظفر ابدأ بعبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فإنه مهبوب ولقد سأل الله فيك 17 مرة حتى جئت ما قد وكمل قد يقضى مناما ومن الفقير نسيانا وجاء إلى الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فقال له ابتداء قال لك الشيخ محمد إنني سألت الله فيك 17 مرة وعزة المعبود لقد سألت الله تعالى فيك 17 و17 مرة إلى تمام 70 مرة حتى كان ما ذكر. ومن كرامتي أيضا أن الشيخ وعدل وشيخ عبد الله محمد أبا الغنائم الحسني رحمهما الله تعالى دخل دار الشيخ قدس الله سرا فوجد إنسانا شابا ملقا على كفا فقال للشلالة رضي الله عنه يا سيدي اشفع عند الشيء. فلما ذكره له وابه له بقوله قد وهبته له فخرج الى الرجل الموقع عرفه بذلك. فقام الرجل خرج من قوة فتنة في الهواء فرجع الى الشيء رضي الله عنه وسأله انها للرجل فقال إنه مر في الهواء وقال في نفسي ما في بغداد رجل مثلي فسلمته حالا ولولا الشيخ ولي ما رددته له. ومن كرامتي أيضا أن الشابس المعروف بن طنطرة البدري رحمه الله تعالى قال يوم أبد الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. قدس الله سره ونور ضريها
كنت أستني بالعلم وأكثر الثقب وحاجة له فخرج ليلة من داري في صفر سنة خمسين وخمسمائة فناولت أمريكم فلم يأخذه وقصد فأسر إليه فانفتح خرجته والفار وأنكر في نفسي إنه لا يشعر بي ثم انغلق ثم باب المدينة كذلك ثم مشى غير بعيد فإذا لن فلتت لا أعرفها فدخل مكانا قريبا فإذا في ستة رمجل قعد فلما رأوا الشيخ ختموا وبدروا بسلام إليه وانتجت إلى سارية فسمت ولينا من ذلك المكان ثم بعد أسك ذلك الأنين ثم دخل رجل دلية التي فيها الأنين وخرج من رجل من ذلك الجانب ودخل سهس مكان سفر طويل الشارب فوقف بين الشيء فوضى الهدب الشهادتين وكسر رأسه وشاربه وألبسه طاقية وسماه محمدا وقال للستة ما يكون هذا بدلا عن الميت فقالوا سمى وطاع ثم خرج وترك مخرجتها ومشينا غير بعيد وإذا نحن عند باب مدى فانفتح كأول مرة ثم أتى باب المدرة كذلك فدخل دارا ثم في القادجة يقرأ فمدني عبده فقال يا بني اقرأ ولا عليك فأنسمت ليبين لي ما رأيت باللمس فقال أما الفاظ فنهاوان وأما الستر فبدال النجبا وأما صاحب الأنين فسبيهم كان مريضا فلما هدت وفات جئت هدر وفاتا وأما الذي يهمل على تيكي فأبو العباس الغدر عليه السلام أخذه ليتولى أمره وأما الذي أخذت الهدى فنصراني قسطنطينية أمرت أن يكون عوضا المتوفى وهو الآن منهم قال أبو الحسن وأخذ الأنهد أن لا أهدس بذلك لأهدي ما دام حيا وقال أهدوي سيسري في حياتي وذكر الشيخ عبد الله الموصلي أن الإمام المستجيب لأبي المظفر يوسف جاء إلى الشيخ قدس الله سره وسلم عليه واستوصى وضع بين يدي مالا في عشرة ياسم عشرة من الهدام فرد الشيخ فأبى الخليفة يقبلها ولحال الشيخ فوضع سكس منها في يدي وهما غل أكياس وعصرها وعصرهما فسال دما فقال الشيخ الخليفة أما تستحي من الله تعالى أن تأخذ من الناس تقابلني به فوصل الخليفة في الحال فقال الشيخ واسط المعبود لولا حرمت تصليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد المجري إلى منزلي قال عبد الله المذكور وشهدت الخليفة عنده يوما فقال للشيخ أريد شيئا من الكرامات يطمئن قلبي قال وما تريد قال تفاحا من الغريب ولم يكن أوانه بالعراق فمد الشيخ وده في الهواء فإذا فيها تفاحتان فناول إحداهما وكسر الشيخ التي في يدي فإذا هي بيضاء تفو منها رائحة المسك وكسر الخليفة الأخرى فإذا فيها دودة فقال ما هذه والتي بذك كما ترى قال كما أرى قال الشيخ يا أبا المظفر هذه لمزتها يد النبوة كما ترى وهذه لمزتها يد الولاية فطابا وقد قدمت كتبت في الذي جاء بالخليفة للشيخ وكرامة سمعته صا وعظم أن تستوصى رضي الله عنه وأن برضائه الرفيع ومدنا بمدد الوسيع اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه.